السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت الآن تشاهد الدرس الثاني من سلسلة الدورة الشاملة لتعلم اللغة الإسبانية. إذا لم تكن قد شاهدت الدرس الأول فأنصحك بمشاهدته أولا، لأن القصة مترابطة وعليك معرفة الأحداث من البداية مع صديقنا توماس وصديقتنا ديان. وكما العادة سنقرأ النص أولا بدون ترجمة وبسرعة، ثم نقوم بإعادة قراءته ببطء وشرح كل كلمة وجملة والقاعدة المبنية عليها. ثم في الفقرة الثانية سنتعرف على أهم المفردات على شكل صور، والفقرة الأخيرة الخاصة بالتمارين. فهل أنتم مستعدون؟ إذن لنبدأ. Se han despertado a las 9 de la mañana después de una noche muy divertida en la que han salido de fiesta por los bares y las discotecas de la ciudad. Los dos se han despertado con un poco de resaca y muy cansados. Diane le ha dicho a Tomás: ¿Te acuerdas de Patricia, la chica italiana del bar de ayer? Sí. Me ha dicho que hoy se organiza el rastro. Patricia dice que es muy interesante. ¿Por qué no vamos? He estado muchas veces en el rastro y no me gusta. Hay demasiada gente. Yo siempre que he ido lo he pasado fatal. Además, yo quiero ir al Museo del Prado. ¿Cuántas veces has estado en Madrid? Muchas. ¿Y cuántas veces has ido al Prado? Muchas, muchas. Es como una tradición. Ya, pero esta es la primera vez que yo estoy en Madrid y quiero ir al rastro. ¿Por qué quieres cambiar de plan ahora? Yo no cambio ningún plan, porque ir al Museo del Prado no es mi plan. Es tu plan. Pero el plan de los dos es estar juntos en Madrid. Pues yo no quiero ir al Museo del Prado. Yo quiero ir al rastro, Tomás. Pues a mí no me interesa el mercadillo ese. No hay nada interesante, no quiero ir. Pues a mí sí que me parece interesante. Pues vale. Pues muy bien. بعد أن قرأنا النص الآن هيا بنا نغوص في معانيه ونتعرف على القاعدة التي تتكون منها كل جملة. فهذه أفضل طريقة لتعلم القواعد. Se han despertado a las 9 de la mañana. Se han despertado a las 9 de la mañana. استيقظوا في التاسعة صباحا. Se han despertado هو الفعل despertarse مسرع في زمن البريتريتو perfecto مع الضمير ellos, ellas, ustedes. لماذا استخدمنا هذا الزمن من أزمنة الماضي ولم نستخدم مثلا زمن البريتريتو imperfecto أو الانديفينيدو؟ الجواب بكل بساطة لأن الوقت الذي استيقظوا فيه هو الصباح مع التاسعة صباحا. وكما شرحنا في فيديو خاص على القناة أن البريتريتو بيرفكتو نستخدمه عندما يكون وقت حدوث الفعل مرتبط باللحظة الحالية. وبما أننا قلنا في هذا الصباح أي أن الصباح هو ضمن هذا اليوم والذي لم ينتهي بعد، فما زلنا نعيش نفس اليوم. Después de una noche muy divertida en la que han salido de fiesta. Después de una noche muy divertida en la que han salido de fiesta. بعد ليلة ممتعة حيث خرجوا أو ذهبوا فيها للحفلة. En la que تأتي في المعنى وكأننا نقول التي فعلنا فيها كذا وكذا مثلا، ويمكننا ترجمتها بحيث مثلا. Ayer fui a la plaza en la que hemos comido Laura y yo. بالأمس ذهبت إلى الساحة حيث أكلنا أنا ولورا. أو يمكن أن نقول بالأمس ذهبت إلى الساحة التي أكلنا فيها أنا ولورا. التي أكلنا هي على وزن التي فعلنا. ثم تكمل الجملة. Por los bares y las discotecas de la ciudad. Por los bares y las discotecas de la ciudad. في الحانات والنوادي الليلية في المدينة. Los dos se han despertado con un poco de resaca y muy cansados. Los dos se han despertado con un poco de resaca y muy cansados. كلاهما استيقظوا بقليل من الدوار ومتعبون كثيرا. Resaca تعني الدوار أو الدوخة من كثرة الخمول أي الكثير من النوم. ديان le ha dicho a Tomás. قالت ديان لتوماس.
ha dicho هي من الفعل decir وهو أيضا في زمن el pretérito perfecto لأننا لا زلنا نحكي القصة في نفس الفترة الزمنية ومن هنا نستنتج أنه ليس بالضروري أن تكون الجملة بحد ذاتها مكتوب فيها الزمن الذي يدل على وقت حدوثها بل يمكننا نستخلص ذلك من سياق الحوار le ha dicho تعني قالت له أي لدينا من يستقبل الكثير منكم تختلط عليه الأمور ما بين لو و لي 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 ha dicho تعني قالت له و لو ha dicho تعني قالته وهنا ليس لدينا شخص يستقبل أي هي قالته أما قالت له فهنا لمن قالت من هو المستقبل في هذه الحالة لدينا توماس هو من يستقبل من ديان فالكلام موجه له لهذا قلنا لي ha dicho قالت له لتوماس ديان تقول ¿Te acuerdas de Patricia, la chica italiana del bar de ayer? ¿Te acuerdas de Patricia, la chica italiana del bar de ayer? هل تتذكر باتريسيا الفتاة الإيطالية في الحانة أمس؟ توماس يقول سي أي نعم ديان تقول Me ha dicho que hoy se organiza el rastro Se organiza el rastro ديان أخبرتني أنه اليوم سينظم السوق هنا عزيزي المشاهد كلمة راسترو هي السوق الذي تباع فيه الأشياء البالية والمستخدمة مسبقا أو بما نسميه نحن في المغرب سوق الجوطية باتريسيا dice que es muy interesante ¿Por qué no vamos? Patricia dice que es muy interesante. ¿Por qué no vamos? Patricia تقول إنه ممتع للغاية. لماذا لا نذهب؟ Tomás He estado muchas veces en el rastro y no me gusta. لقد كنت عدة مرات في السوق ولم يعجبني أو ولا يعجبني. هنا قلنا he estado. وترجمناها ب لقد كنت لماذا استخدمنا هنا أيضا البريتريتو بيرفكتو ولا تقول لي أننا ما زلنا نحكي القصة في نفس الفترة الزمنية لأن الآن توماس هو الذي يحكي عن حدث وقع له في الماضي لم نحدد أي زمن في الجملة ليس كذلك؟ الجواب هو أننا نتحدث عن زيارات الأماكن والسفر والفترة الزمنية هنا هي حياتك كلها منذ ولادتك إلى مماتك والقاعدة تقول أن يكون الحدث مرتبط باللحظة الحالية وبما أنها حياة واحدة فكل حدث هو مرتبط باللحظة الحالية أنصحكم بمشاهدة هذا الفيديو لتفهموا تفاصيل استخدام هذا الزمن سأترك لكم رابطه في صندوق الوصف أو في أول تعليق أيضا Hay demasiada gente Yo siempre que he ido lo he pasado fatal Hay demasiada gente. Yo siempre que he ido lo he pasado fatal. هناك الكثير من الناس. أنا دائما عند ذهابي مررت بوقت عصيب. هذه ترجمة حرفية للجملة. لكن يمكننا أن نترجم فقط المعنى العام ونقول هناك الكثير من الناس. كلما أذهب أمر بوقت عصيب. Lo he pasado fatal. هذه الجملة كلها مع بعضها تعني مررت بوقت عصيب. فلا تشغل بالك بالتفاصيل عليك أن تتعلم أن ليس لكل جملة تفسير فهناك جملة تكون مركبة بشكل استثنائي عليك أن تفهم ترجمتها فقط ومعناها في لغتك Además, yo quiero ir al Museo del Prado Además, yo quiero ir al Museo del Prado بالإضافة أنا أريد أن أذهب إلى متحف برادو يعني من الأخر أنا باغي نمشي للمتحف بالدرجة المغربية من الاخر انا باغي نمشي للمتحف ما باغيش نمشي شي بلاصه واحده اخرى دياني dice توماس كوانتاس فيسيس has estado en مدريد توماس كوانتاس فيسيس has estado en مدريد توماس كم مره كنت في مدريد توماس dice muchas دياني dice e cuántas veces has ido al prado e cuántas veces has ido al Prado وكم مرة ذهبت إلى برادو؟ توماس dice muchas es
como una tradición. Es como una tradición. Tomás, كثير كثير إنه مثل تقليد. أي الذهاب إلى متحف برادو أصبح شيء من تقاليده. أي شيء يفعله كل مرة. Diani dice, ya, pero esta es la primera vez que yo estoy en Madrid y quiero ir al rastro. Ya, pero esta es la primera vez que estoy en Madrid y quiero ir al rastro. نعم ولكن هذه المرة الأولى التي أكون فيها في مدريد وأريد الذهاب إلى السوق. توماس dice, ¿Por qué quieres cambiar de plan ahora? ¿Por qué quieres cambiar de plan ahora? لماذا تريد تغيير الخطة الآن؟ Diane dice, Yo no cambio ningún plan porque ir al Museo del Prado no es mi plan, es tu plan. Yo no cambio ningún plan porque ir al Museo del Prado no es mi plan, es tu plan. أنا لا أغير أي خطة لأن الذهاب إلى متحف برادو ليس خطتي، إنها خطتك. Tomás dice, Pero el plan de los dos es estar juntos en Madrid. Pero el plan de los dos es estar juntos en Madrid. لكن خطتنا هي أن نكون معا في مدريد. Diane dice, Pues yo no quiero ir al Museo del Prado. Yo quiero ir al Rastro Tomás. Pues yo no quiero ir al Museo del Prado. Yo quiero ir al Rastro Tomás. حسنا أنا لا أريد الذهاب إلى متحف برادو أريد أن أذهب إلى السوق يا توماس. توماس dice Pues a mí no me interesa el mercadillo ese No hay nada interesante No quiero ir Pues a mí no me interesa el mercadillo ese No hay nada interesante No quiero ir حسنا أنا لست مهتما بذلك السوق لا يوجد شيء مثير للاهتمام لا أريد الذهاب هنا كلمة ميركاديو في الأصل ميركادو وتعني السوق بصفة عامة ليس كما راسترو فهو سوق محدد نقصد به سوق الأشياء البالية المعهد استخدامها وليست الجديدة وتوماس قال ميركاديو وهي صيغة تصغير للكلمة فهنا في إسبانيا ستسمع الكثير من الكلمات بصيغة التصغير مثلا كاسا كاسيتا إرمانو إرمانيتا أبويلو أبويليتو إلى آخره Diane dice, pues a mí sí que me parece interesante. Pues a mí sí que me parece interesante. حسنا, بالنسبة لي, نعم, يبدو لي مهما. Tomás dice, pues vale. Diane dice, pues muy bien. يعني هنا يا بحل صافي وخا. أوكي صافي, عقال فيها. عقال, عقال شنو كتقول عقال. عقال لي وخا سيدي ما قلتي مشكل وخا. يعني بحال ديك المشاجرة بالطريقة هذه يعني هنايا بحال كيغاوتوا على بعضياتهم الآن بعد أن شرحنا النص سأعيد قراءته عليكم وأخبروني ما مدى استيعابكم للنص من 0 إلى 10 بدون ترجمة Se han despertado a las 9 de la mañana después de una noche muy divertida en la que han salido de fiesta por los bares y las discotecas de la ciudad Los dos se han despertado con un poco de resaca y muy cansados. Diane le ha dicho a Tomás, ¿Te acuerdas de Patricia, la chica italiana del bar de ayer? Sí. Me ha dicho que hoy se organiza el rastro. Patricia dice que es muy interesante. ¿Por qué no vamos? He estado muchas veces en el rastro y no me gusta. Hay demasiada gente. Yo siempre que he ido lo he pasado fatal. Además, yo quiero ir al Museo del Prado. ¿Cuántas veces has estado en Madrid? Muchas. ¿Y cuántas veces has ido al Prado? Muchas, muchas. Es como una tradición. Ya, pero esta es la primera vez que yo estoy en Madrid y quiero ir al rastro. ¿Por qué quieres cambiar de plan ahora? Yo no cambio ningún plan, porque ir al Museo del Prado no es mi plan, es tu plan. Pero el plan de los dos es estar juntos en Madrid. Pues yo no quiero ir al Museo del Prado. Yo quiero ir al rastro, Tomás. Pues a mí no me interesa el mercadillo ese. No hay nada interesante, no quiero ir. Pues a mí sí que me parece interesante. Pues vale. Pues muy bien. ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية من الدرس، فقرة المفردات.
despertarse, despertarse. يستيقظ. La fiesta, la fiesta. حفلة. El bar, el bar. الحانة. La discoteca, la discoteca. ملها ليلي. El rastro, el rastro. سوق البالي. El museo, el museo. المتحف. Las tradiciones, las tradiciones. التقاليد. الآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة الخاصة بالتمارين. Yo me despierto a las 8 de la mañana. ¿Y tu hermano? Yo me despierto a las 8 de la mañana. ¿Y tu hermano? Mi hermano a las 10 de la mañana. Mi hermano se despierta a las 10 de la mañana. Mi hermano se despierta a las 10 de la mañana. أخي يستيقظ الساعة العاشرة صباحا. ¿Qué te ha dicho mi hermano? ¿Qué te ha dicho mi hermano? Que hoy nos vamos a quedar. Que hoy nos vamos a quedar. Me ha dicho que hoy nos vamos a quedar. Me ha dicho que hoy nos vamos a quedar. أخبرني أننا سنلتقي اليوم. Esta mañana he ido al rastro con mi padre. ¿Y tú dónde has ido esta mañana? ¿Y tú dónde has ido esta mañana? Yo no a ningún sitio. Yo no a ningún sitio. قوموا بالإجابة على هذا السؤال في خانة التعليق. أتمنى أن يكون هذا الدرس قد أعجبكم، وللاستمرار في هذه السلسلة أتمنى أن تتفاعلوا مع الفيديو بإعجاب ومشاركته مع أصدقائكم في الفيسبوك والواتساب. إي أستر ويبكم.